مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام بانطلاق جديد من انطلاقات هذا الصباح. هذا هو شوطنا الخامس عشر في تعداد اشواطي هذا اليوم بهذه الانطلاقه الجميله بهذه المنافسات بهذه الشعارات الكبيره المشاركه في هذا المهرجان. شوطنا الخامس عشر خاصه بالابكار الحجايج، 4 كيلومترات هي المسافه المقرره بالفعل. هنا مباشره نسير الى مقدمه الشوط والى المركز الاول وصداره هذا الشوط بهذه الانطلاقه ومقدمه الشوط. نتعرف مباشره مع الشاهينيه ناصر بن عبيد بن جاسم، ايضا العويسي يتقدم مع المقدمه مع الصداره مع المركز الاول، يقدم ايضا هذا الاسم في صداره هذا الشوط، بينما اللي في المركز الثاني في تحديات الاصايل وفي انطلاقه المركز الثاني الوصول من مشاكل لأيضا هنا راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي وصل في هذه اللحظات، وصل أيضا يقدم مشاكل، بينما هنا التحديات القادمة من دانا القادمة لسعيد بن مطر بسالم بن راشد السعدي وصلت في هذه اللحظات على المركز الثالث. المركز الرابع وصول هناك الشايبة لعبد الله بن راشد بن حضروم الغفلي وصل في المركز الرابع. المركز الخامس هنا ايضا الظبي سعود بن عبود ايضا الدرعي وصل في هذه اللحظات في المركز السادس. المركز السابع ايضا وصول اللي هي المملكة لاحمد بن سعيد بن حمد ايضا البلوي وصل في هذه اللحظات على المركز السابع. المركز الثامن ايضا وصلت هجوم القادمه لسعيد بن حمدان بن راشد النعيمي، والمركز التاسع الدخول من خلال فيافي حمد بن سعيد بن حطم العامري. المركز العاشر القادمه في المركز العاشر خيره للسلطان بن علي بن سلطان بن ميرين الكتبي. هذه نتيجتنا لايضا العشر المراكز الاولى، ندانا للعشر المراكز الاولى مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذه الانطلاقة. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول وتحديات هذه الأسماء. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا الدخول من الزاوية الأخرى، اسم جديد واصل هنا، هذه اللي هي الواعية سيف بن راشد بن فالح بن سيف الشامسي وصل وخذ المركز الأول، غير في الصدارة الأولى في هذه الانطلاقة، بينما المركز الثاني تحديات مشاكل راشد بن سعيد بالغافرية وصل بالغافرية ليقدم مشاكل في هذا الشوط وانطلاقتها خيرة في المركز الثالث. القادمة أيضا سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين يقدم خيره في المركز الثالث. المركز الرابع وصول دمعه حمد بن محمد بن حمد بن مصلح الاحبابي وصل، ولكن الوصول والدخول في تحديات قويه الشاهينيه ناصر بن عبيد بن جاسم العويسي، الوصول الاخر الله رياده راشد بن سعيد بن منانه وصل مع رياده. الرياده هو الفوز والانتصار والقدوم من طوع سالم بسعيد بن خربوش الوهيبي وصل مع طوع. هذه النتيجة وهذه الأسماء، التجمع القوي التحدي المثير. القادمة الذيبة سلطان بن عبد الله بن سعيد الجعفري يبحث عن نقطة ثانية بالفعل في هذا الصباح الجميل. هنا أيضا دخول من خلال المتحدة بالفعل سالم بن عبد الله بن حمد أيضا بالويع العامري يقدم هذا الاسم. الله خيره يا خيره خيره وعسى في الامر خيره. هنا سلطان بن علي بن سلطان ايضا الكتبي بن ميرين، ولكن هنا الكيلومتر الاخير والقدوم القوي من هجوم سعيد بن حمدان بن راشد النعيمي، الوصول الدخول هذه الشهامة سعيد بن شطيط بن سعيد بن محمد الكتبي وصلت الشهامة، والشعار أيضا وصل بن ثعلوب ليقدم هذا الاسم ليتقدم مشاهدين الأعزاء. انتصار قادمة بكل قوة ليقدمها علي بن ناصر بن علي الزرعي، ولكن الله يا أيضا القادمة
القادمة التماس بطيب خلبان بن مبارك الكتبي حركوهن جولة الأوامر النهائية جولة التحديات المثيرة المركز الأول الشهامة سعيد بن شطيط بن سعيد بن محمد الكتبي ولكن هنا بالعامري بالفعل التحديات الأخرى القادمة انتصار علي بن ناصر بن علي الزرعي يقدم انتصار في يوم الانتصار في تحديات الانتصار الوصول الجديد التحدي الجديد مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام هذه الهلالية سالم بن حمد بن خريبيش العويسي العويسي قادم ولكن هناك الزرعي سلام إلى السلطنة سلام انتصرت انتصار انتصرت انتصار بالمركز الأول انتصار مشاهدين الأعزاء علي بن ناصر بن علي الزرعي بينما المركز الثاني هذه اللي وصلت المركز الثاني الهلالية سالم بن حمد بن خريبيش العويسي المركز الثالث وصول أيضا في المركز الثالث شهامة سعيد بن شطيط بسعيد بن محمد بالعامري تبي المركز الرابع فيصل بطالب شريم المري والمركز الخامس وصول في المركز الخامس من خلال تواجد ايضا التماس بطيب خلفان بن مبارك الكتبي اذا نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام في التوقيت الزمني ولحظات وصول انتصار 5:57 وايضا 6 أجزاء من الثانية سلام الى الكامل سلام على هذا الانتصار الذي قدمت انتصار بالفعل علي بن ناصر بن علي الزرعي بينما المركز الثاني 5:58 وايضا 6 أجزاء من الثانية اللي وصلت المركز الثاني الهلالية سالم بن حمد بن خريبيش العويسي المركز الثالث وصول في المركز الثالث مشاهدين الاعزاء 6:05 تهانينا على فوز ايضا اللي هي الشهامه سعيد بن شطيط بن سعيد بن محمد بالعامري الكتبي تهانينا لكل الفائزين في هذا الشوط وتهانينا للزرع وسلام يا السلطنه سلام.